ذكرنا المجاز المرسل وعلاقاته وشرحنا ذلك، وأقدم لحضراتكم الآن بعض الأمثلة التي تزيد ذلك الشرح إيضاحا وبيانا. ونبدأ بالعلاقة السببية. قال الله تبارك وتعالى: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. فمن اعتدى هنا اعتدى حقيقة من الاعتداء، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا أي اقتصوا، فرد الاعتداء ليس اعتداء وإنما هو قصاص، فذكر السبب وهو الاعتداء وأريد المسبب وهو القصاص، فلولا الاعتداء لما كان هناك قصاص. نعم، وهذه الآية أيضا لا تخلو من أسلوب المشاكلة كما مر معنا سابقا في علم البديع. شاعرنا يهدد زوجته بأن يحضر لها ضرة حسناء تشاركها في زوجها، فيقول: أكلت دما إن لم أروعك بضرة. المجاز في قوله دما، أكلت دما إن لم أروعك بضرة بعيدة مهوى القرط طيبة النشر. يدعو على نفسه بأن يقتل له قتيل، فلا يستطيع أن يأخذ بالثأر فيرضى بالدية فيأكل منها. إذن ذكر السبب وهو الدم أي القتل، وأريد المسبب وهو الدية، فلولا القتل لما كانت هناك دية. المتنبي يقول: له أياد علي سابغة، ويقرأ البيت: له أياد علي سابقة. المجاز في قوله أياد، له أياد علي سابغة أعد منها ولا أعددها، فذكر السبب وهو اليد، هو سبب العطاء، أريد العطاء، يريد له علي عطاء وإكرام ونحو ذلك. نعم، له أياد، فذكر السبب لأن اليد سبب في العطاء. وربما نقول هنا العلاقة آلية، لأن اليد آلة في العطاء والبذل. ننتقل الآن إلى العلاقة الثانية وهي المغايرة للأولى. هناك نذكر السبب ونريد المسبب، هنا نذكر المسبب ونريد السبب. قال الله تبارك وتعالى: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا. النار لا تؤكل، وإنما هي مسببة، أكل النار مسبب عن أكل الحرام، عن أكل أموال اليتامى ظلما. إذن هنا ذكر المسبب وأريد السبب، فالعلاقة مسببية. يقول الشاعر: أقبل في المستن من ربابه أسنمة الآبال من سحابه. هو يصف المطر، يصف الغيث، فيقول أسنمة، هنا المجاز، فذكر المسبب وهو أسنمة الآبال وأراد السبب وهو المطر، لأن المطر هو السبب في ظهور الأسنمة، فينزل المطر فينبت العشب أو المرعى الذي ترعاه الآبال فتأكل فتظهر أسنمتها. نعم، أقول مثلا: أمطرت السماء ذهبا. السماء لا تمطر ذهبا كما يقال، وإنما تمطر ماء، تمطر مطرا غيثا، فيخرج الرزق ويخرج النبات فيباع فيجني الإنسان منه المال والذهب. العلاقة التالية هي العلاقة الكلية، أن أذكر الكل وأن أريد أن أريد الجزء. نعم، يقول الله تبارك وتعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. لا يستلزم من قراءة القرآن كاملا أن أستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، وإنما يراد هنا فإذا قرأت بعض القرآن، ما تيسر من القرآن، جزءا من القرآن، آية من القرآن. إذن ذكر الكل، ذكر القرآن كاملا، فإذا قرأت القرآن، لا يراد القرآن كاملا، ليس من الضروري أن أقرأ القرآن كله حتى أستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، وأريد الجزء وهو ما تيسر من القرآن. أقول مثلا: سكنت مكة، سكنت دمشق، أقمت في بغداد، في حلب، إلى آخره، فإنني في الحقيقة لم أسكن كل مكة، وإنما سكنت حيا من أحيائها، بيتا من بيوتاتها. نعم، إذن هنا أطلق الكل وأريد الجزء. أقول أيضا: أكلت خروفا، فهذا لا يعني أنني أكلت كامل الخروف، وإنما أكلت لحم خروف، شيئا من الخروف، أكلت بعضه، فذكرت الكل وأردت الجزء. ننتقل إلى العلاقة المغايرة وهي الجزئية، أن أذكر الجزء وأن أريد الكل.
الخنساء عرفت بمرثياتها لأخيها الصخر، تقول فيه: وكنت إذا كف أتتك عديمة ترجو نوالا من سحابك بلتي. وكنت إذا كف، ذكرت الجزء وأرادت الكل. الكف لا تأتي وتطلب النوال والعطاء، وإنما الذي يأتي هو صاحب الكف، ولكن عادة عندما يطلب الإنسان يمد يده، يمد كفه، فعبرت بالكف، عبرت بالجزء وأرادت الكل. نعم، في كتاب الله تعالى ورد كثير من قوله تحرير رقبة أو فتحرير رقبة أو تحرير رقبة. نعم، من الآيات التي تحث وتحض على تحرير الرقبة ككفارة في بعض الأحكام. طبعا الرقبة وحدها لا تحرر، وإنما الذي يحرر هو صاحبها، ولكن عبر بالجزء وأريد الكل. عبر بالرقبة لأنها أو لأن بها قوام الإنسان، فأي جزء من أجزاء الجسد يفقده الإنسان ربما يستطيع أن يعيش بدونه، ولكن هل يستطيع أن يعيش بدون رقبته؟ أبدا، تنتهي حياة الإنسان، فلذلك عبر بالرقبة ولكن أريد الإنسان كاملا. أبو الفتح البستي يقول في نونيته الشهيرة: أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم إذ طالما استعبد الإنسان إحسان. هنا أيضا المجاز في قوله تستعبد قلوبهم، أطلق الجزء وأراد الكل، ولكنني أرى هنا والله أعلم أنه لا مجاز، أن الأمر على حقيقته، لأن القلب هو الذي يستعبد حقيقة، وهو الذي يؤسر بالإكرام، بإكرام الإنسان إلى أخيه الإنسان. نعم، فيأسر قلبه، نعم، هو لا يعني يأسر جوارحه وكله، وإنما القلب هو مكمن المشاعر التي تشعر والتي تعترف بالفضل للناس. فهنا ربما نقول هناك مجاز جزئي، وربما، وهذا الأمر يعتمد على شرح وتفسير كل أو كل منا لمعنى البيت. العلاقة التالية هي اعتبار ما كان. أقول مثلا: أكلت رغيف قمح. هو كان قمحا. الأصل أن أقول: أكلت رغيف خبز، كان قمحا ثم صار دقيقا ثم صار خبزا. إذن قلت قمحا، أتيت بكلمة وأردت ما كان. نعم، العلاقة هنا اعتبار ما كان. أكلت رغيف قمح، نعم، أكلت رغيف خبز، ولكن كان فيما مضى قمحا. يقول إيليا أبو ماضي: نسي الطين، الشاعر يقول: نسي الطين ساعة أنه طين حقير فصال تيها وعربد. نسي الطين، هو يريد الإنسان أنه طين، أنه كان طينا. نسي من كان طينا، أي الإنسان، أنه طين، أي أنه كان طينا، فصال تيها وعربد. فهنا مجاز أريد أو كانت علاقته اعتبار ما سيكون أو اعتبار ما كان. نعم، يقول الله تبارك وتعالى: فبشرناه بغلام حليم. بشرناه سيدنا إبراهيم عليه السلام بغلام حليم، وهو سيدنا إسماعيل. الغلام لا يوصف بأنه حليم أو أنه غير حليم، ولكن هذا باعتبار ما سيكون. هنا العلاقة تختلف، هناك اعتبار ما كان وهنا اعتبار ما سيكون. فبشرناه بغلام سيكون حليما. نعم، أقول مثلا: أوقدت أو أشعلت نارا. النار لا توقد، وإنما يوقد الحطب الذي سيكون بعد ذلك نارا. يقول الله تبارك وتعالى: ودخل معه السجن فتيان، قال أحدهما: إني أراني أعصر خمرا. إنني أراني أعصر خمرا، فالذي يعصر هو العنب الذي ينتج عنه الخمر. العلاقة التالية هي الحالية. يقول المتنبي: إني نزلت بكذابين ضيفهم
عن القرى وعن الترحال محدود. إني نزلت بكذابين لا ينزل بالأشخاص، كذابين كانوا أو صادقين، وإنما ينزل بالمحل الذي يوجد فيه هؤلاء. إذن ذكر الحال وأراد المحل، فالعلاقة هنا حالية. يقول الله تبارك وتعالى: إن الأبرار لفي نعيم، بمعنى في الجنة، ولكن النعيم حال في الجنة، فلا تتصور جنة دون نعيم. نعم، فالنعيم حال في الجنة، العلاقة حالية، أطلق الحال وأريد المكان أو المحل. الشاعر الأموي العباسي الحسين ابن مطير الأسدي، وهو شاعر قد شهد العصرين الأموي والعباسي، يقول: ألم على معن وقولا لقبره، سقت كالغوادي مربعا ثم مربعا. ألم على معن، هنا معن ميت وهو في قبره، فلا يريد الشاعر أن يقول ألم على من بداخل القبر، وإنما ألم على قبر معن، ألم على قبر معن. فلذلك ذكر الحال الموجود في ذلك القبر وهو معن، وأراد المحل وهو القبر. نعم، بمعنى عوج على قبر معن، اذهب إلى قبر معن. ألم على معن وقولا لقبره، هنا علاقة أخرى مختلفة محلية. وقولا لقبره، القبر لا يقال له، وإنما بمعنى قولا لمعن. فهنا ذكر المحل وأراد الحال وهو معن، الحال في ذلك المكان وهو القبر. نعم، العلاقة المحلية. يقول الله تبارك وتعالى: يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم. ذكر المحل، محل لسان، هنا المعنى يقولون بألسنتهم، الفم لا يكون أداة للكلام وإنما الأداة هي اللسان. فذكر المحل وأراد الحال فيه وهو اللسان. وربما نقول هنا العلاقة كلية، ذكر الكل وأراد الجزء وهو اللسان. قال الله تعالى: واسأل القرية التي كنا فيها. القرية لا تسأل وإنما يسأل أهلها. ذكر المحل وهو القرية وأريد الحال. أيضا يقول المهلهل أو المهلهل عدي بن ربيعة، يقول متحسرا: نبئت أن النار بعدك أوقدت، واستب بعدك يا كليب المجلس. يقول: نبئت أن النار بعدك أوقدت، في عهدك وفي زمانك لا يجرؤ أحد أن يوقد النار وأنت موجود، ولا يجرؤ أحد على أن يتكلم في مجلسك. الآن الناس بدأوا يتكلمون ويتسابون فيما بينهم، هذا هو المعنى. واستب بعدك يا كليب المجلس، ذكر المكان المحل. هل المجلس يتكلم ويقوم بالسب؟ أبدا، وإنما الذي استب أي تساب هم الجالسون الذين هم داخل المجلس. إذن أراد أو ذكر المحل وهو المجلس وأراد الحال فيه. نكون بذلك أيها الإخوة قد انتهينا من باب المجاز المرسل. إن شاء الله تعالى إلى أن ألقاكم في المحاضرة القادمة، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.